أعزائي مشاهدي ومتابعي ومحبي مصراوي في كل مكان، نجدد لحضراتكم التحية، وهذه المرة من داخل موقف بساط الدولي بكركر. وفي هذا المكان بيتم استقبال القادمين من منفذ أرقين الدولي الواقع على الحدود المصرية السودانية، حيث يتم نقل السودانيين الأشقاء والمصريين من أرقين عبر البساط ومنها إلى هذا المكان. الجميع هنا يتسابق في تقديم الخدمات المختلفة هنا في هذا الموقف البساط، ومنها مديرية التربية والتعليم، وكما تشاهدون حضراتكم هذا الباص المخصص من مديرية التربية والتعليم لنقل الإخوة السودانيين من موقف بساط كركر حتى مدينة أسوان، وتحديدا حتى ميدان المحطة بلا مقابل، بعد تقديم المشروبات والعصائر المختلفة. مزيدا من التفاصيل تواجد معنا الأستاذ عبد الكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان. أستاذ عبد الكريم، بنرحب بحضرتك يا فندم. جهود مثمرة تقوم بها الدولة المصرية، محافظة أسوان تمثلها في سيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وأيضا مديرية التربية والتعليم كان لها الحضور المتميز في مساعدة أشقائنا السودانيين، وتم تخصيص عدد من الباصات لنقل السودانيين والمصريين بالمجان إلى داخل مدينة أسوان والذين يقصدون القاهرة والمحافظات الأخرى. تفضل عبد الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وحضراتكم طيبين. بناء على توجيهات سيادة اللواء أشرف عطية محافظة أسوان، بعمل قرار 101 آلية أزمة، من ضمنها مديرية التربية والتعليم، توجيهات طبعا معالي الوزير الأستاذ الدكتور رضا حجازي، إن تفعيل إدارة المشاركة المجتمعية بين مديرية التربية والتعليم في تلبية أي احتياجات وأي طلبات من الأشقاء السودانيين في أسوان. طبعا بالفعل قامت مديرية التربية والتعليم بتفعيل إدارة المشاركة المجتمعية، مدارس خصوصا مدارس قرى كركر، خصوصا المدرسة السرية اللي رأسها مدير المدرسة يرأس أيضا جمعية تنمية المجتمع بكركر. دي كانت فرصة طيبة إن وفرنا 500 كرتونة مياه معدنية و1000 كرتونة عصائر مرطبات، وجاري تفعيل المطبخ المقام بموقف الدولي بكركر لإعداد وجبات ساخنة، ودي مشاركة جميع مؤسسات محافظة أسوان والمستثمرين وجميع أهالينا الخير ورجال الأعمال بأسوان. مديرية التربية والتعليم بأسوان اليوم السادس توزع مياه عصائر مرطبات، وأيضا إدارة أسوان التعليمية وفريق قاموا فعلا يوم كامل بالموقف الدولي الكركر، وتم توزيع ايضا مرطبات ومياه معدنيه. بالنسبه لاتوبيس خاص بمدارس كركر، نظرا للزحام الشديد يعني فضلت مديريه التربيه والتعليم تشارك بنقل الاخوه السودانيين مجانا الى ميدان محطه اسوان نظرا للزحام الشديد وليس لاي اسباب اخرى. تمام، طبعا هذه جهود مستمرة يا عبد الكريم، إن شاء الله مستمرين لغاية الأزمة بإذن الله. وحضرتك بتتواجد بنفسك، وعلى أساس أن حضرتك تطمئن على سير حسن استقبال الإخوة السودانيين ونقلهم من هنا من كركر حتى ميدان المحطة. طبعا قرار 101 تفعيل خريطة الأزمة أنشأت مديرية التربية والتعليم غرفة عمليات اليوم وعلى مدار الساعة، ويتواجد بغرفة عمليات المحافظة مدير إدارة المشاركة المجتمعية بنفسه، ومستمرين بإذن الله. إدارة أسوان اللي موجود فيها موقف الدولي في كركر بتشارك أيضا، و
وبناء على تعليمات طبعا مع الوزير الدكتور رضا حجازي نستمر نحيينا كان ان شاء الله باذن الله تعدى على خير، وباذن الله تعالى يعود الامن والسلام على السودان الشقيق. شكرا جزيلا فندم، نتمنى واشكرك جدا. شكرا سعاد كريم، شكرا. اذن اعزائي مشاهدي ومتابعي مصراوي في كل مكان، شكرا لحضراتكم على طيب المتابعه. كنا مع حضرتكم من داخل موقف الدولي للباصات القادمه من معبر أرقين الى هنا الى كركر. شكرا لحضرتكم على طيب المتابعه، كان مع حضراتكم ايهاب عمر.